انا اشتي اعرف ايش قصتنا مع علي. الرئيس كان اسمه علي صالح، ورئيس الوزراء علي مجوه، علي سالم، حتى المنتخب علي النونو. يعني ما مش عارفين ايش القصه. يعني صدق المثل الذي قال سمى علي وصبري. المهم يروى ان فرعون سالوا ذات مره، بيسالوا واحد صاحب ما ادري ايش يقرب له، بيقول له يا فرعون ايش عبك وخلك تقول انا ربكم الاعلى؟ قال والله انا تكلمت هكذا، ما حدش قال لي لا، فواصلت واصل. هذا فرعون القديم. طيب بلاش من فرعون القديم، تعالوا نفكر ونستفسر ونفهم كيف حكمنا علي عبد الله صالح 33 سنة. يعني ما هي مؤهلاته، ما هي ميزاته، ما هي إمكانياته، ما هي يعني. اليمنيين قاموا بثورة ضد الإمام وهو حكم الـ 14 سنة. طيب هذا كيف حكمنا 33 سنة؟ أكيد في شيء. يعني ما هو السبب مثلا لو جينا نخمن؟ ما هو لا قال لك ذكي، ايش من ذكي؟ لا مش ذكي. كيف ذكي وهو يدخل في حرب ويخرج من حرب؟ كل حكم حروب، يدخل من الاول ويخرج من الثاني. ما اصلا لو ذكي يعني ما قامش يأيد صدام حسين وعندما دخل الكويت سبب لليمنيين المشاكل. هو غلطان، دخل دولة كل العالم بيقول كذلك، احنا لا بنروح بالتمم يا سطام. سبب مشاكل لليمنيين، قطع ارزاقهم، خرجنا من علاقتنا، توترت مع الجيران وغيرها. يعني ذكي ذكي؟ لا حذفها ذكي، انا مش ذكي. طيب ايش مش متعلم. كيف متعلم؟ ما فيش معي شهاده سادس. لا متعلم يعني اللي هو على ما شو في رؤساء اكثر تعلم، دكتوره وغيره، وحكموا اقل منه. لا مش عشان التعليم. ايش هذا؟ صدقت فصيح، هذا عندك فصيح ويتكلم عدة لغات ما شاء الله. ايش من فصيح؟ ايش من فصيح؟ ما يقدر فصيح وما يقدر يميز بين التي والذي. ايش من فصحة؟ واحيانا ما يقدر يميز بين الآية والمثل الشعبي. لا ما شاء الفصاحة، نشوف غيره. ايش قال لك؟ ملياردير. ونعم ملياردير، قف ملياردير عسكري. انتم تعرفوا على العسكري، طلعوا عسكري مسكين الله، قالوا باع الآلي في تعز زمان عشان التخزين وحق الغداء. يعني ملياردير ايش؟ شوفوا راسه، يمكن يعلم الله انه يمكن يبقى ما في صلدي يحلق. لا مش ملياردير، نشوف غيرها. طيب لا عاد تفكروش، انا اقول لكم ايش السبب. ليش ما نكون احنا السبب؟ احنا المواطنين والعامة الناس. فرعون قال الله فيه فاستخف قومه فأضاعوا. يعني السبب عند قوم انه استخف بهم، ما فيش من يقول لله انا ربكم الاعلى بعدك، انا احيي، انا اسوي بعدك. يعني كيف ما تكونوا يولى عليكم. طيب نستعرض ونشوف بعض الاشياء التي قد تكون هي السبب لبقى علي عبد الله صالح هذه الفتره الطويله 33 سنه. قريتم علي عبد الله صالح سادس الخلفاء الراشدين؟ يعني ما هي الكرامات او ما هي المعجزات او الذي خلتهم يقولوا الجماعه هكذا انه سادس الخلفاء الراشدين؟ والله ما لي علم. اذا كان خامس الخلفاء الراشدين يلقب عمر بن عبد العزيز، كان اذا حد دخل عنده يكلمه في امور الدنيا كان يضفي الشمعه، يعني يقول لا هذا الشمعه من بيت مال المسلمين ويضفيها. اما علي صالح كان يضفي اليمن بكله ويخليها بدون كهرباء ويولع القصر حقه والجامع والشعب في الظلام. ايضا عمر بن الخطاب كان يقول والله لو ان بغله عثرت في العراق لسالني الله عليها. اما احنا له داري فين احنا؟ الذي بيموتوا في الاعتصامات، والذي يموتوا في الحدود، والذي يموتوا قطاع طرق وحوادث، والله ما هو داري فين احنا. دخلنا في حروب كان يموت الالاف من الجنود والمواطنين، صاروا ضحيه من هذا الشعب، وقالوا سادس الخلفاء الراشدين. طيب نشوف غيره، من عاد قالوا حاجه ثانيه. إليكم الآن صادق الأمين علي عبد الله صالح سلام الله على الأولين.
هذا سلطان البركة يعني سمعتوا ما قال الصادق الأمين. أنتم عارفين لقب من هذا الصادق الأمين؟ هذا لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلطان البركاني قال علي عبد الله صالح الصادق الامين. هذا سلطان البركاني تعرفه اكيد. هذا قال يقلع العتة والسبب خلاه يقتلع من مريض. المهم انا مش عارف كيف لو ما قال الصادق الامين يعني لو صدق صد. هو قال يأتي لنا كهرباء بالطاقة النووية واليوم اعدموا حتى الشمع. قال يقضي على البطالة في سنتين واليوم العاطلين اكثر وقذلان 5 سنين. قال يأتي لنا سكك حديدية واليوم من دكاري. يعني كيف قال الصادق؟ ما فيش ولا وعد من هؤلاء صدق فيه ولا اتفاقية التزم بها. طيب نشوف هذا الصادق الأمين ما سوى بالحج سلطان. نشوف ما سوى به. هذا صاحب العتة. شفتم كم سوابها صادق الأمين؟ بس طلع خفيف يا حاج سلطان، طلعت خفيف جدا ما شاء الله عليك، ظن يدك ما شاء الله. طيب نشوف غير إذاعة في حاجة، الدنيا مليان ما شاء الله عليهم. علي عبد الله صالح عندي نبي، علي عبد الله صالح عندي نبي، علي عبد الله صالح عندي من الصالحين، علي عبد الله صالح عندي من الأخيار. وجنوه ماذا ما عاد صبرش، ما عاد صبرش يكتم إيمانه. إلى أن يأذن الله لعلي صالح بالجهر بدعوته أو يأذن له بالهجرة. نبي. المشكلة ما يتخيلوا لو ما ينزل القبر ويسألوا من نبيك؟ يقول علي صالح. أدرك يا جماعة. أنا أتوقع أنه التبس عليها الأمور بين النبي صالح وبين علي صالح، ما عاد يقدر يميز. وقال أنه في بعض الناس يمكن أنه عندهم علي نبي او هو عند النبي، يعني اكيد في التباس في الموضوع. نشوف غيره، مش ولا الوحده هذا بس، نشوف غيره. قل لهم هذا علي عبد الله صالح نبي الله في الارض، هذا علي عبد الله صالح نبي الله في الارض. هذا مش ولا الوحده الخبي، عظم ساندين مع شوف الذي يسمعها ما كذا واصل واصل يصدق ويصدق ويعلن انضمام للشرعيه ويقول يروح كل اسبوع يعتمر في السبعين ما على هذا الخبي. إنه يمكن الله لا بس نشوف إذا غيرهما يقولوا كلام ثاني. أنا بدأ كده يقع فيه ثاني. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. إحنا بنعتبر علي عبد الله صالح يوسف اليمن معقل أن تحول إلى شحاتي؟ ألا يا سيلو أما الشيخ هذا ما شاء الله عليه مدري من جاء من العلمان. لا عاد الأولين بيقولوا النبي علي صالح، ما هذا قد غير اسمه النبي يوسف. يوسف اليمن مش النبي يوسف معروف عنه انه احتبس وسجن، اما علي صالح سجن الناس وحبسهم. يعني النبي يوسف النساء قطعنا ايديهن من جماله، اما علي صالح قطعنا وقطع الشعب كله من اجل عياله. طيب هذا قالوا النبي، هذا الذي بعد نشوف هذا سلام الله عليهم. شاب اختار رئيس بطريقه مباشره. الرئيس وما عبد الاسلام الا الرئيس. ايوه لا يوجد على الطريقه الاسلاميه في التشريع يعني في الدستور اليمني الا انتخاب رئيس الجمهوريه. الرئيس لا يجوز المساس به مع بالله نجنب عدو والنقاقا كلها بعد. جر يا بجر نوع عادر والله انه رئيس محظوظ. احمد الحرم ما اعترينا مع انه قل فيه صاحبنا هذا قال ما عاد باقي من الاسلام الا الرئيس. ما جتك تلبغى دول الاسلام. احمد الله المفروض الرئيس هذا والله انه يحطنا في عيونه، لا عاد عاد يجرعنا، عاد يغلي علينا، ولا عاد يقتلنا، ما عاد ترينا ما عاد نقول فيه. احمد الله والله ما لقاها رئيس غيره. ما عاد يشتي احمد الله يعني قالوا من الخلفاء الراشدين وضعوا نبي من الصالحين من الاولياء الاسلام بكله ما عاد يشتي. صالح ويوسف ما عاد يشتي. هذا قال يبادلنا الوفاء بالوفاء، يبادل الشعب، قل ذا طلعوا ما اشتي.